ليش هيك عقلك صعب؟ يعني نحن كل ما بدنا نزور بيت اهلي انت مدري شو بيصير لك. لك يا حبيبتي يا راما، انا ما عندي مشكله مع اهلك، انا مشكلتي مع عدلاتي، هدول الغلظة يعني بيعملوا لي هالجمعه ليش ما بعرف. حبيبي الله يسامحك، والله عدلاتك ابو غيث وعدنان كثير بيحبوك. لك حاجه بقى راما، حاجه بيحبوني بيعملوا حالهم بيحبوني لانه بيعرفوا ان انا بملك اكثر منهم. طيب هلا بنحكي بهالموضوع بعدين، تاخرنا عليهم، خلينا ننزل. ماشي الحال، يلا تفضل. منور بوجودك مرت عمي. منور بوجودكم، الله يحلي ايامكم كلكم. لك وينو عمي مرت عمي؟ عمك اجا تليفون وراح قال ما بيتاخر. مرت عمو انت طمنيني، صحتك منيحه؟ والله ما انا فاضيين لهذا الحكي. مازن راما عندي شغل. الحمد لله انا منيحه. ايه ابو غيث، لساتك عندك هي الدكان بالحريقه؟ الله يسامحك، معل ماش اضرب واطرق، عم تقول عنه دكان؟ لك شو حكينا ابو غيث؟ قصدي انك انت ما عم تطور حالك، قد ايش صار لك على نفس الدكان؟ انا كان عندي مصنع صغير، صاروا 12، ما عدا الورشات وما عدا المعامل. الله يتم عليك ويرزقك. شو حكينا معه؟ عم ننصحه للزلمه. شو بصير هيك بنزع وشايف حالي ومو شايف حدا؟ شو نسي انه بياع بسطت بسكوت وراحه؟ لا تاخذه على كلامه، هاد حكي ودش كلامي. الله يسعدك يا رب، انا عشت معه. مازن بيك، مازن بيك، اذا بتشرفنا تشرب فنجان قهوه. يا عمي عندي شغل، عندي اجتماع بالمصنع، مالي فاضل هي الاعداد الصراحه. ابو غيث ما تواخذنا مشان الله، هلا حبيبي مازن مو فاضي بس نحن بنوعدكم بزياره خاص نص لعندكم. وعد بكون تشرفونا تشربوا فنجان قهوه عنا. حقك علي يا اختي، مفهوم حبيبتي مفهوم، ولا يهمك. يلا راما حبيبتي، يلا يلا شغل بالاذن. هلا هلا. بويا بويا بويا. طبيعي هذا ابو غيث قليلي، شو غليظ؟ طيب لا تعصب شوي. لك لا، لك عندي اجتماع بالشغل، كيف هيك بدي اروح بهالمنظر هذا؟ بويا بويا طول بالك حبيبي، محلوله والله محلوله. لك شلون محلوله؟ ليكو ليكو بويا جي، بس ما تعصب. روح عادي بالسياره، روح. شو جابوا هاد لهون؟ بويا استنى حبيبي استنى، ساوي لي البوت. عمار عمار اخي، لك ليش عم تشتغل بوياجي؟ لولا صندوق البويا كنت مت من الجوع انا ومرتي واولادي. لك عمار انت موظف قد الدنيا، لك الدوائر الحكوميه كلها بتتمناك تكون عنده، لك ليش عم تشتغل بوياجي ليش؟ ولك تطلع فيني لك اخي، لك ليش ما اجيت لعندي؟ لك كنت انا ساعدتك. اخي ما بدك مين يقول لك؟ كان فيك تسالني كيف عايش انا ومرتي واولادي، اذا عايشين ولا ميتين من الجوع؟ والله حقك على راسي يا اخي. اخي من بكره الله يطلع عليك تنزل لعندي على المصنع، لانه مو معقول عندك اخ وعنده مصنع وعنده مصاري ما بتاكل النيران وعم تشتغل، هي المسخره. بس يا اخي انا عندي وظيفه. لك حبيبي انت بالوقت اللي بدك اياه بتفوت على المصنع، والراتب اللي بدك اياه انت بتكتبه بايدك.